اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم واستكمالا لاستاد الاهلي اكيد مكملين حلقتنا النهارده من خلال طبعا تواجد نجمين كبار كابتن ربيع ياسين وكابتن هادي خشبه. هنتكلم بقى في ليله المباراه، لكن قبل ما نروح نتكلم ليله مباراه اسوان والاهلي ان شاء الله هتكون غدا طبعا في الاسبوع ال 22 المؤجل من الاسبوع 22. عايز اقول لفريق سموحه الف مبروك تاهله لدوري المجموعات، يعني اكيد بعد فوزه طبعا على فريق بيدفست في مجموع المباراتين، حاجه مشرفه جدا لما بنلاقي فرق بتخش في بتكون مثلا فرق جديده وبتتاقلم بشكل سريع في البطولات الافريقيه، ده حاجه جيده جدا. ايضا بنقول هارد لك لفريق المصري خروجه من هذه البطوله ايضا بعد يعني هزيمته او بضربات الجزاء الترجيحيه طبعا بعد ما كان خسران 1-0 هناك، وايضا كسب 1-0 منذ قليل، ولكن طبعا ضربات الجزاء الترجيحيه خرجته بره هذه البطوله، فبالتالي هارد لك لفريق المصري. لكن طبعا مبروك لفريق سموحه وصوله لدوري المجموعات، ومبروك طبعا للمهندس فرج عامر وكابتن مؤمن سليمان مدير الفني للفريق. اكيد كلنا سعداء بوصول فريق سموحه، يا رب ان شاء الله كل الفرق المصريه دايما تبقى مشرفه الكره المصريه في كل انحاء الدول الافريقيه يا رب ان شاء الله. خليني اقول لكم ان بكره ان شاء الله مباراه اسوان والاهلي في الاسبوع 22، زي ما احنا نفتكر مع بعض المباراه الاخيره امام الاتحاد، النادي الاهلي فاز بنتيجه 1-0 لهدف لعمرو السوليه، وده يعني اعتقد ان استمرارا لفوز النادي الاهلي باستمرار، والهدف المنشود لينا ان احنا نوصل لان احنا ناخد بطوله الدوري والحفاظ على اللقب، ده حاجه احنا كجمهور النادي الاهلي وكلاعبين وجهاز فني واداره هو ده هدفنا من خلال كل مباراه احنا بنخوضها من خلال الماتشات. اعتقد ان الدور الثاني مختلف تماما زي ما احنا شايفين في النتائج، يمكن النهارده كان في مباراه او من امبارح كان في مباراه مؤجله من الاسبوع 22، كان ابتدت بماتش الاسماعيلي والشرقيه وفوز الاسماعيلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وايضا وادي دجله وطلاع الجيش وفوز طلاع الجيش بهدف للا شيء، ثم النهارده بتروجيت والاتحاد السكندري وفوز الاتحاد السكندري بهدف للا شيء لبتروجيت. اعتقد ان المباريات صعبه جدا في الدور الثاني، عشان كده النادي الاهلي بكامل طاقته كل مباراه بيحاول من منذ البدايه ان هو ياكد الفوز ويحرز الفوز بشكل كبير، بحيث فعلا نيجي في قبل نهايه الدوري ان احنا نكون واخدين هذه البطوله المحببه لدى جمهور النادي الاهلي. خلينا نرحب طبعا بضيوفنا وضيوف السيد الاهلي كابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع مرحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن محمد، منور يا كابتن. منور وموفق دايما ان شاء الله كابتن. ايضا كابتن هادي خشبه نجم مصر نجم الاهلي، برحب بيك يا كابتن هادي. اهلا بيك كابتن، مرحب كابتن، اهلا وسهلا، ربنا يخليك. طيب خلينا كابتن يعني نتكلم من منذ النهايه، يعني مباراه الاتحاد كابتن ربيع مباراه كانت مميزه سواء بقى فنيا، ايضا نتيجه مميزه لفريق النادي الاهلي فوز 1-0 على فريق اعتقد ان هو فريق مميز في الفتره اللي فاتت، يمكن النهارده كسب فريق بتروجيت 1-0 بهدف محمد بازوكا، اعتقد ان كانت مباراه مميزه ما بين الاهلي والاتحاد، لكن فوز النادي الاهلي ده بياكد طبعا جدارته في تصدره لبطوله الدوري. طبعا الاهلي والبطل، الاهلي والاول، هو الاهلي طبعا فكره كله في البطوله ودرع البطوله، هو زي ما قلت صاحب السطوه الهجوميه الاهلي هو اللي بفضل الله تعالى بيسعى دايما للتالق للارقام للارقامات القياسيه طبعا، فده شيء مهم جدا، ويعني ايه تركيز ويعني ايه التزام، ده كله موجود فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي بيحطم احنا ان شاء الله يعني الفارق كبير برضه، السبع نقاط ان شاء الله لازم يحافظ عليهم بينه وبين المقصه، مجموعه اهداف محمد بيسعى عليها النادي الاهلي بقياده كابتن حسام البدري في التشكيل النهارده، في الابداع، في التالق ان شاء الله تعالى، في احراز احسن النتائج، في تحسن الاداء من اول، يعني كان الاداء دلوقتي بقى فيه احسن بكتير وافضل، وبقى فيه شغل فني كبير خلال احداث ال 90 دقيقه بيغير الشوط الاول ويختلف الشوط الثاني، فحاجات كتيره جدا النادي الاهلي بيسعى ليها، ولازم يحافظ على الفارق السبع نقاط زي ما قلت، لازم يحافظ على الدرع اللي ان شاء الله بيقرب منه بقوه وبشكل كبير جدا، لازم كل اللعيبه تبقى موجوده، حاجات كتيره فنيه ان شاء الله نتكلم فيها، لكن في البدايه ان كل ماتش بالنسبه للجهاز الفني واللعيبه هو بيكسبوا اكيد ان بيقربوا للدوري. ماتش الاتحاد شفنا الفرق الكبير قوي بين الشوط الاول والشوط الثاني والتالق، لكن ما كانش فيه توفيق في زياده نسبه الاهداف، لكن الاهلي ماشي في خطه كويسه جدا وبثبات غير عادي الحمد لله رب العالمين، القادم والجاي افضل واحسن باذن الله ان شاء الله. كابتن هادي برضو يعني اخد راحتك في المباراه الاخيره لان هي من هي بتستمد منها،
مستمد منها الطاقة الإيجابية ليك من خلال مكسبك، من خلال فوزك والمكاسب اللي انت بتحققها من خلال هذه المباراة، ليه المباراة اللي بعدها مباراة أسوان من الأسبوع المؤجل لأسبوع 22. في البداية طبعا أحب أبارك لفريق سموحة على وصوله لدور المجموعات، وإن شاء الله من تألق لتألق، لأن يهمنا أن الفرق المصرية يبقى لها تواجد في المحافل الأفريقية بشكل كبير جدا، لأنها بتعمل رصيد في الآخر لكل الأندية المصرية أنها بتقدر تشارك بشكل كويس، وحظ أوفر للفريق المصري على خروجه، وإن شاء الله يعني في الفترات القادمة يكون أفضل. بالنسبة للنادي الأهلي وصوله للنقطة 61 بعد تغلبه على فريق الاتحاد السكندري، أتصور ده بيحط النادي الأهلي كده أو بيضع شكل مهم جدا لحصوله على بطولة الدوري العام. من البدايات بتؤدي في الآخر إلى النهائيات بشكل كويس جدا. البدايات بتاعت النادي الأهلي في بطولة الدوري كانت بدايات قوية جدا، عدد الأهداف 40 هدف، لم يدخل مرمى سوى 4 أهداف فقط، وده بالتالي أرقام قياسية للنادي الأهلي بيحققها. كلين شيت كل مباراة تقريبا يا كابتن ما شاء الله، يعني بالظبط الحمد لله، ولم يهزم في ولا مباراة على مدار سنين في الدوري العام. يعني هتلاقي قليل جدا النادي الأهلي لا يعني في الموسم ممكن يخسر مباراة أو اثنين، لكن حتى الآن الحمد لله لم يخسر أي مباراة، وعدد الأهداف قليلة اللي دخلت مرمى. ده معناه إن المنظومة كلها بتاعت فرقة الكورة مكتملة بشكل كويس، سواء المنظومة الدفاعية أو المنظومة الهجومية، لأن أنت بتتكلم على لاعبين بيتبدلوا مش لاعبين ثابتين، فأيضا اللعيب اللي بيتبدل ده بيأدي نفس الدور اللعيب اللي كان موجود قبليه، وهو ده السيستم أو الشغل النظام اللي هو الجهاز الفني دايما بيشتغل عليه، بيشتغل على أداء منضبط من بداية المباراة لآخر المباراة، واللعيب لو هو مش موجود إما للإنذارات أو الإصابات أو الإجهاد بيدخل لعيب مكانه بيأدي نفس الدور بنفس التميز، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. كمان بنشيد باللياقة البدنية للنادي الأهلي في الفترة السابقة، الحمد لله نسبة الإصابات قد تكون ضعيفة الحمد لله الفترة اللي فاتت، ونسبة اللياقة البدنية وخاصة بتبان في الشوط الثاني بلعبة النادي الأهلي في الانتشار في الملعب، في استغلال المساحات، في تصويب على المرمى، في الاحتكاكات ما بينه وما بين الفريق المنافس، بتلاقي اللي النادي الاهلي دائما متفوق، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. بنتكلم في 23 مباراه، فاز في 19 مباراه، تعادل في 4 مباريات، ولم يهزم في ولا مباراه، له 40 هدف عليه 4 اهداف، الفرق بين الاهداف 36 هدف، دي 23 مباراه يعتبر رقم جيد جدا، عدد النقاط 61 نقطه للنادي الاهلي، ان شاء الله دايما من تميز لتميز. نتمنى طبعا كابتن هادي، لان احنا بنسعد دايما بالنادي الاهلي في حالته دي، لما يبقى فعلا لما نيجي نبص لجدول الدوري النادي الاهلي 61 نقطه 23 مباراه، يعني ما تهزمش، لما نيجي نبص لشكل الخسر او كلمه خسر في الجدول اللي هي صفر كده، دي حاجه مميزه جدا، يدل ان احنا فعلا النادي الاهلي فريق قوي، فريق مميز، خصوصا كمان كابتن حسام البدري في كل مباراه بنلاقي مجموعه من اللاعبين اللي ممكن يكونوا بيلعبوا لاول مره مع بعض، بيبقى في الروتيشن اللي بيعمله كابتن حسام البدري وتغيير اللاعبين باستمرار، ده يدل ان كل لاعب عارف امكانياته وعارف هو بيأدي الدور المركز بتاعه ازاي، فلو خرج حسام غالي بيجي مكانه عمرو سليه بيأدي بالدور الجيد، ايضا لو خرج صبر رحيل بيجي مكانه علي معلول، علي معلول بيجي صبر رحيل، حسين السيد، وهكذا كل التيم ما شاء الله ماشي بشكل جيد في الجزئيه وتغيير اللاعبين. اعتقد كابتن حسام بدري بيتعامل معاها بشكل جيد كابتن ربيع، واعتقد دي ميزه بيتعامل بها كابتن حسام بدري. بس كمان في كمان حاجه محمد، يعني يقول لك ان احسن اداء بفرقه غير النادي الاهلي، يعني على الرغم من لاعب النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي بيتعرض لضغوط غير عاديه طبعا، غير اي حد، وبعدين ازاي فرقه بحجم النادي الاهلي وبالنتائج دي كلها وبالترتيب والارقام ما يبقاش ليها اداء؟ ازاي ما بيكسب ازاي؟ دي واحد في قيم الظلم في تقييم في لعيب صاحب قدرات عاليه جدا بيروح يكسب ويتفوق، واخد بالك، ويكسب عن جدار. الحاجه الثانيه، انت ترتيبك من اول الدوري لحد الان انت الاول، صحيح، واخد بالك، من بدايته يا كابتن، من بدايه الارقام دي جايه من ايه؟ جايه من اللعب، جايه من الملعب، فازاي اداء النادي الاهلي ممكن، وده طبيعي، لان يعني بيلاعب النادي الاهلي بيدافع ممل جدا، بيقف ما بيهاجمش، بيلعب على مرتدات، عنده انياب هجوميه بسيطه، لكن جزء كبير من ال90 دقيقه دفاع
افك الالغاز دي ازاي؟ بتتفك بفضل ثم الوقت، عامل الوقت ما يبقاش في صالح في الشوط الاول لكن في الشوط الثاني، ادي حاجه. الحاجه الثانيه عندك انت ترتيبك الاول اهدافك عاليه جدا، ما عندكش ولا هزيمه، يبقى كل التقدير وكل الاحترام وكل حاجه كويسه للجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي، لانهم اسعدوا جمهورهم، اسعدوا ادارتهم، ماشيين بخطه جميله جدا، ماشيين منطلقين. انما الحقوق يعني بتحاول في ناس بتحاول تفطس الانجاز، لان في انجاز غير عادي هذا الموسم، ان النادي الاهلي الفارق الكبير بينه وبين منافسيه، الاداء، الارقام دي كلها تخلي الناس تقول، لكن الحق لازم يتقال ويقول ان النادي الاهلي بيكسب عن جدارة، عنده قدرات ممتعه، عنده جهاز فني ماشي زي ما انت قلت، بيدخل ويعمل تدوير لعيبه بشكل لائق وبشكل محترم وبشكل علمي وبشكل خبري، ما بيأثرش على اي حاجه، فده يحسب للجهاز الفني ويحسب للعيبه. فبالتوفيق ان شاء الله تعالى. ممتازه جدا يا كابتن، صح طبعا. طبعا ده حق الواحد، انا بزعل محمد لما اسمع الله. هو حسام البدري ده ما بيشتغلش، بيشتغل يعني جهده وكفاءته واخلاصه وعلمه وخبراته الفنيه يا كابتن نادي بتطلع في لا وفي الحقيقه كابتن ربيع، يعني خلي بالك احنا من بدايه الموسم واحنا هنا في قناه الاهلي واستاد الاهلي واحنا بنحلل كل مباراه، كابتن حسام بدري واضح عليه التركيز بشكل كبير جدا، ولازم يركز عشان يعني لا يعني مفيش ان انت يترك زي ما بيقولوا الهفوه ان الامور تهرب يعني. لا اصول محمد يا كابتن نادي ان انا بسمع بقى ايه في حاجه بعينها ان هذا المدرب هذا الفريق، لا النادي الاهلي متصدر ماشي، ما نبخس حق ماشي في الدوري كويس، اذا كان في مديرين فنيين اكيد في مديرين فنيين، في لعيبه، في فرق، لكن النادي الاهلي عن جداره، عن استحقاق، عن اداء، عن كل حاجه كويسه. فده بس كلمه حق حبيت اقولها عشان برضو انا بزعل لما ماليش اسم كحسام وماليش قدرات اللي هي مخانه في المقدمه وبتسعد جمهورها وبتسعد الدوري. بس هي الاشكاليه يا كابتن ربيع يا كابتن فاروق في ايه؟ ان لو النادي الاهلي كفرقه بيشتغلوا في منافسه قريبه قوي في النقاط بيننا وما بين الفريق الثاني او الثالث او الرابع، ومنافسه عاليه جدا، ساعتها هتلاقي ايه؟ هتلاقي يعني في دعم للجهاز الفني واللعيبه ودول شغالين كويس، لكن لما تلاقي الفجوه عليت فكانك استسهلت المكسب. لا، المكسب ده ما جاش بسهوله، ده جه عن تعب وجداره وعناء زي ما الكابتن ربيع بيقول. يعني التفوق او العلامه الكامله والتفوق العالي للاعيبه النادي الاهلي ده لا يقابله ان احنا نقول لا الفرق اللي قدامنا ضعيفه، لا مش كده. ده انا عايز اديك مثال كمان تاني، المقصه، مصر المقصه، عارف عن جابت كام هدف؟ اعلى من النادي الاهلي، جايبه 47 هدف. دخل فيها كام؟ دخل فيهم 22 هدف، فطبعا الفرق 25 بين اللي احرزوا المقصه واللي دخل فيه 25، يعني بتتكلم ان النادي الاهلي جاب 40 هدف والمقصه 47، يعني المقصه اعلى في قوه الاهداف، قدره هجوميه، يعني بيجيب اهداف اكتر من النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت الدفاعات بتاعته دخل فيها 22 هدف. تمام، الاهلي دخل فيه كام؟ اربع اهداف. هي الفكره ايه؟ عشان اما بدانا كلامنا قلنا النادي الاهلي نجاحه في التوازن ما بين الدفاع والهجوم، ما بين القدرات، نجاحه في الملعب، يعني في الملعب جهد، في شغل، في تخطيط، في نظام، في قدرات فرديه، يعني قصدي الجانب الفني يا كابتن هو اللي ربنا سبحانه كرمنا بيه. طبعا توفيق الله. انا عايز اقول كمان نقطه كابتن، هذه مهمه جدا، احنا على مدار تاريخ النادي الاهلي نجوم داخل الفريق لاعبين، فانا بقول برضو يحسب لكابتن حسام بدري ان بالرغم ان في بعض اللاعبين مميزين ولاعبين كبار ما بيلعبوش، ما بتلاقيش الحمد لله اي مشكله، هي منظومه موجوده السنه دي اعتقد. صحيح. كمان صحيح. بشكل كبير مميزين، يمكن السنه اللي فاتت كان حصل شويه لخبطه مع مستر مارتن يول، الامور ما كانتش مظبوطه مع جريدو، لكن السنه دي مع كابتن حسام الامور استقرت بشكل كبير كابتن هادي. بالرغم بقول لحضرتك النجوم دي في حد ذاتها بتبقى مشاكل كتير برضو، عشان الجمهور يبقى فاهم السيطره عليهم برضو دي بتبقى طبعاً. حاجه مميزه جدا من الجهاز الفني. انا عايز اقول على حاجه، يعني انت بتتكلم في نجوم كبار، مثلا ما بتدي امثله واضحه امثله للتميز زي عماد متعب وحسام غالي، دي امثله للتميز. طب. لان لعيبه على مدار تاريخها جوه النادي الاهلي كبيرة. ومنتخب مصر حاجه رصيد من البطولات والانجازات والمباريات والاهداف يعني رصيد. لو بتتكلم يعني هنفضل نتكلم كتير جدا، هؤلاء اللاعبين ممكن ما يبقاش ليهم نصيب شويه في المباريات اللي فاتت بنسبه كبيره، ممكن تلاقي حسام غالي موجود على دكه البدلاء ولكن لما بينزل بتلاقيه موجود، عماد متعب لما بينزل بيحدث التغيير، ده معناها ان في انضباط اللعيبه الكبار لما بتدي حاله من الانضباط
بينعكس ذلك على أداء اللاعبين الصغار، وبتسهل المأمورية على الجهاز الفني في مسألة اللي انت بتقولها كابتن فاروق، مسألة ايه؟ احكام الأمور داخل الفرقة، لأن فريق النادي الأهلي في كل الأعمار السنية، سواء طالعين من الناشئين وفريق الشباب، او بتتكلم في جيل الوسط، او بتتكلم في الجيل الكبير او الخبرات. فاللي بيدي القدوه والمثل هما الخبرات، هما الناس الكبار. فالكبار دائما اذا هما في حاله نوع من ان هما دايما تحت امر الجهاز الفني ومستعدين، لا في اي وقت اما بينزلوا بيحدثوا الفرق وبيحدثوا تغيير في الملعب، بيعكس ده على اللعيبة الصغار بشكل كبير جدا، بيبقى بيخدوهم كقدوة ومثل. بس ما يمنعش هذا الكلام ان انا بقول لك ان احنا كلاعيبة كورة كلنا نتمنى ان احنا نكون موجودين في الملعب. يعني مش معنى كده ان احنا بننكر على هؤلاء اللاعبين ان هم يزعلوا داخليا، لا، اكيد كل لعيب نفسه ان هو يكون يشارك، وممكن يبقى متضايق لان احنا مش عايزين لعيبة موظفين. اصل الموظف ده بياخد مرتبه اخر الشهر ويقول لك انا كده ايه، خلاص عايز يلعبني ما يلعبنيش ما فيش مشكله. لكن اللعيب المحترف اللي عايز يثبت ان هو موجود دائما يكون عنده غيره داخليه ان هو يلعب، وغيره داخليه ان هو يشارك مع زمايله بغض النظر عن حتى السن. فما بالك بقى ما هو يكون لعيب كبير وعنده قدر من الثقه وقدر من الاضافه داخل الفرقه. لكن اللي بيحكم كل هذه المسائل هي منظومه النادي الاهلي، سواء اداره او جهاز فني او طبعاً. او رقم واحد في المنظومه بصراحه. طبعا كتر بقى، خلينا يعني برضو احنا امامنا مباراه الاهلي والداخليه، بيتعرض على الاهلي والاتحاد في اخر مباراه. الايجابيات في الماتش اللي فات اللي ممكن كابتن حسام البدري يبتدي ياكد عليها في المباراه القادمه؟ برضو محمد معلش حته سريعه، انا استفزت من كان في برنامج بيفرض واحد في الدوري بفرقه في الدوري، ما ده برضو ما يصحش يعني. انا اقول في مجموعه، انما ما اجمعش فرض لحد دلوقتي، لان برضو ما نبخس حق الناس يا محمد. اجابات انك انت الحمد لله بمعنى ايه يا كابتن ربيع؟ نعم. بمعنى ايه حضرتك؟ يعني مثلا قال ايه؟ بصراحه الفريق ده احسن فريق في الدوري بيلعب كوره. على فريق النادي الاهلي يعني؟ لا، فريق تاني يعني. بصراحه المدرب ده احسن مدرب في الدوري لحد الان. لا، احنا نقول من احسن المدربين يعني، انت واخد بالك؟ يترك بقى ما بفرضش واقول عشان انا مثلا، لا هو عشان الرقم كبير او فالقصد انا بدي الحق النهارده ده العدل. العدل في الجهاز الفني، العدل للعيبه، لان يحسب ان في ايجابيات كثيره. محمد بتكلم ايجابيات كثيره جدا، انك الاول انك بتكسب الحمد لله بفضل الله تعالى، انك بتفرض اسلوبك، ان انت شخصيتك موجوده، ان مكانتك بفضل الله تعالى في الدوري المصري موجوده بقوه، موجود في افريقيا يا كابتن دلوقتي، موجود في افريقيا مع دي كل ايجابيات كاس مصر ايضا، البطوله العربيه، وماشي بشكل انك مريح جمهورك، مريح جمهورك. والنهارده الجمهور لما يقول لك النادي الاهلي من الاول للاسبوع ال 24 او ال 25 وهو الاول بفارق، دي ايجابيات يا محمد. طبعا لما تلاقي النهارده اكتر من نجم يا كابتن هادي بيلعب، دي ايجابيات. ان عدد كبير، لما تلاقي السوليه النهارده بيكسب النادي الاهلي، ايجابيات. لما كل النجوم النادي الاهلي بتكسب النادي الاهلي، هي في نقطه كمان مهمه يا كابتن ربيع، ان اي لعيب دلوقتي بيدخل جوه النادي الاهلي بيعرف يعرض نفسه كويس. تمام. ليه؟ لان الفرقه، حاله الفرقه حاله جيده. بالظبط. فبالتالي اي لعيب سواء بيطلع من تحت من الناشئين بيشتغل بتلاقيه، اي لعيب جاي من بره بيشتغل بتلاقيه، وممكن ما يشتغلش كتير بس يشتغل حاجه يعني بسيطه. لكن صحيح. قبل كده ممكن الفرقه ما تبقاش واقفه على رجليها كويس، حتى لو جبت لعيب جامد بيدخل بيعاني، بيلاقي مشاكل ورا، بيلاقي حقيقة. مشاكل جنبه، بيلاقي مشاكل جنبه، فبتاثر عليه هو طبعاً. على مستواه. لكن اي لعيب دلوقتي هيكون محظوظ في دخوله داخل فرقه النادي الاهلي، لانه فرقه واقفه على رجليها كويس. طبعاً. بتلاقي احمد حجازي موجود، بتلاقي سعد سمير موجود، نجيب موجود، هتلاقي محمد رامي ربيعه موجود، تلاقي اربعه موجودين، اي اثنين هيلعبوا هيأدوا نفس الدور. هقول لك مثلا كابتن مثلا عبد الله سعيد مع مستر مارتن يقول لما غاب اثر بشكل كبير على الفريق، لما غاب عبد الله سعيد مع كابتن حسام لا، لقينا البديل، لقينا الفرقه ماشيه بشكل طبيعي. بالظبط. بالرغم ان عبد الله سعيد من اللاعبين المميزين جدا، لما ما يقدرش حد يعوض غيابه، ولكن الامور مشيت. هو الفرق ما بين مارتينيون وباسيرو واللي قبليه كان جريدو، المجموعه اللي جت الاجانب والكابتن حسام بدري، ان الكابتن حسام بدري عمل فرقه ليها كيان مستقل من في وسط الملعب وفي الدفاع وفي الهجوم. وبالتالي الكيان المستقل، الكيان القوي ده اللي له أركان قوية جدا في الملعب، والبدلاء، دكة البدلاء أيضا قوية، والصفقات اللي جت دعمت الموضوع ده كله، فخلت شكل الفرقة
عنده النظام يقدر حطه ومعايير اللعيبه كلها بتشتغل عليها. كل اللي بيدخل جوه المنظومه دي زي التروس كده، خلاص التروس ركبت، فاضل بس شويه انسكام، شويه زيت كده على الترس عشان ايه تبتدي بقى يلفوا مع بعض. عشان كده كولوبالي يعني لما ابتدى يدخل في الفتره الاخيره ابتدى يحرز اهداف كده، خلاص لان الماتش دخل لان حمودي ابتدى يشتغل، محتاج شويه زيت برده شويه عشان يبتدي ايه العجله تلف معاه شويه، وابتدي السوليه ابتدى خلاص يشتغل. يعني مجموعه اكتسبتها بشكل كويس قوي. بص يا كابتن، انا كل كلامي في الجزء الفني، في حاجه محمد فيها؟ لا لا خالص، كل كلامي محمد في الجانب الفني، يعني كل تقييمي للجهاز الفني واللعيبه بفنيات، انا بتكلم بفنيات، بتكلم بارقام، لما اقول ايجابيات كتيره جدا. هو الايجابيات يا كابتن لما تدخل في اربع اهداف مش دي من الايجابيات؟ طبعا يعني عندي الجانب الدفاعي واقفين صح، ما تخسرش ولا ماتش، يعني في شغل فني، حراسه المرمى كمان نتكلم طبعًا عليها. انا يعني بتكلم على فنيات. انا يهمني يا كابتن في التقييم، خلينا في الادارات دي على جنب، انما انا بتكلم على فرقه كوره، بتكلم على شغل مدرب، بتكلم على تجهيز اداره، بتكلم على قدرات عندي بتبدع وتطلق وتطلع على عندها فنيا. اللاعب لما بتكلم عليه واقيمه بقيمه فنيا يا محمد، لعب كوره مش انا المهندس بيتقيم كمهندس والدكتور، انما انا بتكلم عليه. فكل دي ايجابيات لما تبقى اول الدوري من الاسبوع الاول الاسبوع ال 15 دي ايجابيات. واخد بالك؟ لما تلاقي نجوم النهارده وتلاقي الحمد لله الاصابات دي ايجابيات. واخد بالك؟ لما تلاقي لعيب بيخش باسرع ما يكون ايجابيات. لما تلاقي الحب، واخد بالك؟ تلاقي الحب وعدم المشاكل والزهد وواحد بقيمه عماد متعب، راح لعب ما لعبش دي من الايجابيات. كل الايجابيات كتيره جدا بصراحه، ايجابيات فنيه، ايجابيات اداريه، ايجابيات تدل على النادي الاهلي نادي كبير بادارته، معلش كلمه حق برضه، بلاعبيه، بجهازه الفني، بجمهوره، فالايجابيات كتيره جدا يا محمد. صحيح. طب نطلع لفاصل كابتن ربيع كابتن هادي، ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه الغد، مباراه اسوان. هنقول طبعا قائمه الفريق اللي اختاره كابتن حسام البدري، وايضا هنشوف شكل اسوان بقى في المباراه الاخيره، وشكله ممكن فريق اسوان يتعامل ازاي مع مباراه الاهلي غدا، لان طبعا بيستعد بشكل قوي جدا زي ما بنقول. اي فريق بيلعب النادي الاهلي استعداده بيبقى مختلف عن اي فريق ممكن يلعبه تاني. فاصل سريع ونرجع نكمل مع ضيوفنا.